السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعم القناة، اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حبيت تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هقدم لحضراتكم وصفة سهلة جدا وبسيطة لتفتيح وتبييض البشرة. هنستخدم فيها 3 مكونات: عصير الليمون، عصير الطماطم، الكركم. تعالوا مع بعض نقول لحضراتكم الطريقة، وبعد كده نقول لكم ايه اللي هنقدر نستفاده من الوصفة ديت. طبعا قلت لحضراتكم دايما في حلقات سابقة ان كل وصفاتنا سهلة جدا وبسيطة، وده علشان طبعا نقدم لحضراتكم كل ما هو مفيد وبسيط. اول حاجة ابدأ اخد عصير الطماطم. هاخد منه 3 معالق شاي، 3 معالق صغيرين يعني، وبعد كده ابدأ اخد نفس المقدار من عصير الليمون، وهاجي على الكركم بقى وهاخد منه معلقة صغيرة من الكركم. أبدأ أحرك المكونات مع بعضها علشان المكونات تتجانس مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين. بالمنظر دوت هاجي بقى بعد كده على البشرة، وهبدأ إن أنا أطبق الخليط دوت على البشرة المرات تفتيحها، وأعمل تدليك بحركات تدليك خفيف يا جماعة، بحركات دائرية لمدة ربع ساعة. بعد كده نبدأ إن احنا نغسل بشرتنا بمية دافية، وبعديها على طول بمية باردة. الطريقة ديت نعملها يوم بعد يوم، أو نعملها من مرتين في الأسبوع، ان شاء الله هجيب مع حضراتكم نتيجه كويسه. ليه؟ لوجود 3 مكونات رائعين. بالنسبه للكركم، يعمل الكركم على تبييض وتفتيح البشره وازاله البقع الداكنه من الوجه وجميع اجزاء الجسم. كمان بيزيل النمش والكلف والبصور من الوجه، وبيستعمل لتفتيح الركب والاكواع بشكل خاص. وكنا قلنا لحضراتكم قبل كده ازاي نقدر نستفيد منه في المناطق الحساسه. بالنسبه للليمون يا جماعه، بيستخدم في عمليه تفتيح البشره وتنظيفها من الشوائب، وكمان بيستخدم في عمليات شد البشره، وبيعمل على ترطيب البشره وبيزيد من نعومتها، وبيستخدم للتخلص من الجلد الميت. بيحمي البشره من اشعه الشمس الضاره واثر الاتربه اللي موجوده على الوجه، وده عشان بيحتوي على فيتامين اي. اما بالنسبه بقى للمكون الثالث والاخير وهو الطماطم، وده طبعا فوائده جميله جدا لانه بيقلل من ظهور حب الشباب، وبيرطب البشره وبيزيد من نعومتها، وبيعمل على التخلص من الرؤوس السوداء والناتجه عن خلايا الجلد، عن الخلايا اللي موجوده في الجلد الميت. بيقشر البشره وبيعمل تفتيح للون البشره، وبيزيد من نضارتها، وبيتخلص من علامات واثار الشيخوخه، وبيحسن من انتاج الكولاجين، وبيعمل على تقليص حجم المسامات الواسعه في البشره. وصفه جميله جدا يا جماعه، وسهله وبسيطه، لكن بتاخدوا منها فوائد كتيره زي ما سمعتوا حضراتكم. اعملوها ما تكسلوش، ان شاء الله جميله جدا ورائعه. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه. اي حد عنده سؤال، عنده اي استفسار، محتاج موضوع معين، يطلب مني في التعليقات، وانا تحت امركم، مش بتاخر على حضراتكم. اي موضوع، اي حاجه انا هقدمها لحضراتكم في اقرب فرصه. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.